والخيرة من أمرهم. يعني ربنا عز وجل لو حكم بأمر أو قضى أمر، والنبي عليه الصلاة والسلام لو قضى أمر يتعلم ما عندك طريقة إنك تخالفه، ما في لك أبدا، ما في يا أخوانا غير دين الرسول عليه السلام اللي بناخده من الكتاب ومن السنة. تاني ما في يزول لا منامات ولا يحزنون. عشان كده ربنا قال فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، أي موافقا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لما جاء به الرسول عليه السلام، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. ده الشرط الثاني هنا في العمل. الشرطين قلنا شنو؟ الأول إني أكون موافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عليه خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفته عليه دليل من كتاب الله أو من سنة الرسول عليه السلام. الشرط الثاني إني يكون خالص لله عز وجل، قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، إني أكون عمل خالص لله سبحانه وتعالى، ما فيه شرك لا صغير لا كبير، لا رياء ولا شرك أصغر ولا شرك أكبر. عرفت الكلام ده؟ الليلة الناس اللي بيدعوا الموتى ويدعوا الصالحين وبيصلوا وبيصوموا وبيحجوا، تقاسي دفع 23 مليون ولا كم ودخل جواز التأشيرة وماشي الحج، مستني الحج والحج قرب، اها يا شيخ عقيدتك منه ولا عقيدتنا في الصائم ديما يا زول. لما تجيك مصيبة ولا تجيك شدة بتنادي منه؟ بيقول لك بينادي ابونا الشيخ احمد التياني. يا زول انت كده ما عندك عمل، ما عندك حج، امشي رجع قروشك يا زول، رجع قروشك، اشتري لك بقر ولا اشتري لك غنم واعمل لك زريبة احسن لك، والله لانه ما عندك عمل، لان ربنا سبحانه وتعالى ما بيقبل العمل اذا كان معه شرك. الشرك اذا خالط العمل يفسد العمل. ربنا قال كده ولقد اوحي اليك للرسول عليه السلام والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وعد قصام رمضان كله، صام رمضان تمام، بعد ما انتهى رمضان قول لك يا مولانا والله ماشين قبط ابونا الشيخ ماشين نطبح له عتود. يا زول انت كده ما عندك صيام ولا عندك حج ولا تستنى اي عمل ان ربنا سبحانه وتعالى يقبل منك. عرفت كلامنا؟ لانه الشرك يحبط العمل، والشرك بيخلدك في النار، بيخلدك في النار وما بتطلع منها تاني ابدا ابدا. والله تقول يا ابونا الشيخ البرعي ولا يا الصالحين، عين فوق نادي بزوق، عين تحت نادي مسك، عين يمين نادي الصالحين، عين شمال نادي الكمال. الله وين؟ الله وين؟ خليت ربنا سبحانه وتعالى وين؟ وربنا يقول وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. دعيت مع ربنا سبحانه وتعالى اسيد والله هنا كان هنا قدامنا بكاوي منو؟ يا ود حصونة ويا صالحين ويا ود بدر، والله ده شرك راسه عديل، والله تموت على العقيده دي، تموت عليها انت تخلد في جهنم، وربنا سبحانه وتعالى ما يغفر لك ابدا، والله الذي لا اله الا هو. لانه مجرد ما قلت يا فلان انت معناها دعيته مع ربنا سبحانه وتعالى. النداء ده دعاء دعاء، عرفت الكلام ده؟ والنبي عليه الصلاه والسلام اسمع الحديث ده، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لك الدعاء هو العباده، وربنا عز وجل قال لك شنو؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الدعاء ده قول يا الله يا اخي، في الشده قول يا الله، في الرخاء قول يا الله، في الفرح قول يا الله. الله مالو يا اخوان، الله ده مالو، فهمت؟ الله يا اخي خلقك والله رزقك والله بياكلك والبيشربك، وربنا سبحانه وتعالى بيقتلك. الدعاء ذاته القدر منه، دعيت البوري اسس دعوه حسونه، القدر منه وتحسونه، وتحسونه القدر منه، مش قدر الله سبحانه وتعالى يا اخي. ادعو الله سبحانه وتعالى القدر وتحسونه والبيقتلك انت بعدين. يقدر ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ربنا خلقك وربنا رزقك وربنا بيميتك وربنا بيحييك، قال لك هل من شركائكم ود حسونة ود بدر صايم ديما كلهم، ربنا قال لك هل من شركائكم من يفعل من يعني بعض الحياة دي من ذلكم من شيء؟ لا بيقدر يرزقك، لا هو خلقك ولا بيقدر يخلق مع ربنا سبحانه وتعالى ولا بعوضة ولا ضبانة، ربنا قال لك كده ولا ضبانة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله، أي دول دعيته مع ربنا سبحانه وتعالى، دون الله يا أخواننا بخش فيه الأنبياء، بخش فيه الملائكة والصالحين والأولياء والصحابة، كلهم دون الله سبحانه وتعالى، ذي كلهم دون الله عز وجل. ربنا قال لك لن يخلقوا ذبابة ولو اجتمعوا له، ما بيخلقوا لا ضبانة ولا ضبانة ما بيخلقوها. يا أخي ربنا طيب خلقك أنت، ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق الأنهار وخلق الجبال وخلق الأرض والسماوات، ربنا عز وجل تخليه وتبي ما بيقدر يخلق مع ربنا سبحانه وتعالى ولا ضبانة؟ يا اخوانا سيدة ما صفى في العقول. عشان كده المشركين دل ربنا قال لك اولئك كالانعام بل هم اضل سبيلا، والله المشرك ده اقل من التيس، ما ربنا قال لك كده، ده كلام ربنا عز وجل. المشرك ده فهمه اقل من فهم النعجه ذاته، النعجه دي موحده والتيس موحد،
ربنا قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تتقون تسبيحهم. يعني كده الحلقات دي تقول لك أمسك فيها الله براوي كلامنا مالوف كلامنا مالوف مش في مشكلة. الحلقات تمسك فيها الله سبحانه وتعالى وتخلي الموتى وتخلي أصحاب الجبب وأصحاب الأضرحة وأصحاب البنيات وتمسك درب النبي عليه الصلاة والسلام درب نجيك يوم القيامة. ده الشرط إلى العمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أكتفي بهذا القدر وأقدم أخونا مازن. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.